فبيقول لها انه عايزهم يكونوا اصحاب ويتعرف عليها اكتر، لكنها بترفض لانها بتحس انها صعبانة عليه او حاسس بالشفقة ناحيتها. فبيطلب منها براينت انهم يخرجوا يتمشوا ويتكلموا برا البيت. تحكي له اندي عن مامتها اللي فقدتها من 5 سنين، فبيقول لها انه عايز يحكي لها عن موقف حصل مع بابا ممكن يبان انه غريب. وبيقول لها انه من 5 أو 6 سنين بابا جه حكى لهم عن حادثة شافها قدامه لواحدة ست العربية اتقلبت بيها، ونزل عشان يشوفها ويطلب لها الاسعاف، لكن لقاها بتحتضر وقالت له وهي بتموت انه يبلغ بنتها اندي انها امرتها وان هي بتحبها جدا وهتفضل دايما معاها. وقتها بتفتكر اندي ان في شخص جه العزا بتاع مامتها وقال لها الكلام ده، وبتعرف ان الشخص ده يبقى هو والد براينت. وبعدها بياخدها براينت عشان يرجعها للبيت، وبيقول لها ان الاوضه بتاعتها غريبه ومختلفه عن باقي البيت. فبتقول له اندي ان في اوض كتير جدا لكن هي مش مسموح لها تقعد فيه ولا واحده فيهم. ولما بيسالها عن العابها او الحاجات اللي ورثتها عن مامتها بتقول له انهم باعوا كل حاجه لان تكاليف الجنازه كانت عاليه. وفجاه بتيجي جايدا وكيتلين بنات عمتها وبيسلموا على براينت لانهم مع بعض في نفس المدرسه، وبيعزموه على حفله هيعملوها في البيت عندهم. وبعد ما بيمشي بتلاقي اندي عمتها بتطلب منها تنظف البيت كله وكمان تجهز اكل كتير عشان الحفله اللي عاملينها بناتها، وبتقول لها ان مش مسموح لها تحضر معاهم الحفله، كل المطلوب منها انها تنظف بس وتحضر الاكل. وما بتقدرش اندي انها ترفض طلبها، وبتصحى الصبح وبتعمل كل اللي طلبته منها. وبالليل بتبدا الحفله وبيوصل اصحاب جايدا وكيتلين واللي بيكون منهم براينت، وبيفضل براينت طول الحفله يسال على اندي وبيلاقيها واقفه بره البيت، وبيكون فاكرها مش عايزه تحضر الحفله لانها مش بتحب التجمعات، لكن اندي بتقول ان كل الموجودين في الحفله مش اصحابها وعشان كده هي ما حضرتش. وبيعرض براينت عليها انها تخرج معاه، وبياخدها المطعم هناك وبيحكي لها عن مامته، وبيقول لها انها كانت دايما بتيجي معاه المطعم ده، وبيحكي لها ان هو كمان فقد مامته في حادثه، وبيقول لها انه زيها بالظبط من يومها مش عارف يتخطى اللي حصل له. وبيبقى براينت شايف انهم شبه بعض في حاجات كتير، فبيطلب منهم انهم يكونوا اصحاب مقربين، لكنها بترفض وبتخاف جدا وبتقول ان عمتها لو عرفت اكيد هتعمل لها مشكله، وبتقول انه ممكن يصاحب اي واحده من بنات عمتها. لكن براينت بيقول لها انه مش بيستلطفهم وبيحبش النوعيه دي من البنات. وبعدها بيوصلها للبيت، وقبل ما يمشي بيقول لها انه معجب بيها وبيلح عليها عشان توافق يكونوا اصحاب. فبتوافق اندي لكن بشرط ان الموضوع يفضل سر بينهم. وتاني يوم بيروحوا المدرسه وبيفضلوا وقت الحصص يتكلموا ويبعتوا لبعض رسائل، وبيلاحظ ماكس ان اندي متغيره وبيلح عليها عشان تحكي له، فبتقول له ان براينت قال لها انه معجب بيها. فبيتصدم ماكس وما بيصدقش، وبيفضل يفكرها ان هو اللي قتل قطتها وان ما ينفعش يكون في حاجه بينهم. ويقول لها ماكس انه طول الفترة اللي فاتت كان فاكر انها بتحبه زي ما هو بيحبها. فبتستغرب اندي وبتقول له انهم اصحاب بس، وهو عمره ما قال لها انه كان معجب بيها، وبتسيبه وبتتفق معاه انهم يتقابلوا بعد الحصص. وفي نهاية اليوم بيتقابلوا تاني، وبيحكي لها ماكس عن المرة اللي كانت تعبانة فيها السنة اللي فاتت وهو كان قريب منها وفضل جنبها، وساعتها حس انهم اكتر من صحاب. فبتسأله اندي هو ليه عمره ما لمح ليها بأي حاجة ولا طلب منها يخرجوا مع بعض. فبيتشجع ماكس وبيقول لها انه عاوز يخرج معاها في يوم بعد المدرسة. فبتقول له اندي ان عمتها مش هتوافق تسيبها تخرج، فبيقترح عليها تقول لها انهم بيعملوا مشروع مع بعض خاص بالدراسه او هيذاكروا مع بعض، فبتوافق. وتاني يوم بتكون اندي بتنظف قدام بيتهم كالعاده وبتهتم بالزرع، وبيجي لها براينت فبتحكي له على اللي حصل بينها وبين ماكس، وبتتفاجئ اندي من رد فعله لما بيقول لها تدي له فرصه لانهم اصحاب من زمان، وبتستغرب اكتر لما بيقول لها انها ممكن تديهم هما الاثنين فرصه وبعدها تقرر. فعلا بتخرج اندي مع ماكس وبيقول لها انه بيحبها وبيتمنى انها تبقى معاه، وبيقول لها انه طول الوقت كان بياكل في كافيتيريا المدرسه علشانها هي لانه ما بيحبش اكلهم بالرغم انه معاه فلوس، لكن علشان عارف انها مش معاها فلوس وبيعزمها تيجي تتفرج عليه مع فريق الكوره وهما بيلعبوا. ولما بترجع اندي بتزعق لها عمتها لانها اتاخرت، وبتطلب منها انها تنظف البيت وتحضر لهم العشاء. وبعد ما بتخلص اندي بتطلع لاوضتها وبيتصل بيها براينت وبيسالها عن ميعادها مع ماكس، فبتقول له اندي انها لسه مش عارفه تقرر، لكن ماكس ضحى بحاجات كتير عشان يكونوا اصحاب وما كانش بيحسسها انها اقل منه وبياكل معاها في كافيتيريا المدرسه. فبيستغرب براينت لانه دايما بيشوف بنات عمتها بياكلوا في مطاعم غاليه، فبتقول له اندي انها مش بتتعامل زيهم وعمتها مش بتديها فلوس. فبتصعب عليه وبيروح براينت يحكي لباباه وبيقول له انهم بيعاملوها معامله وحشه جدا، وكمان بيقول له انه متضايق من نفسه لانه شجعها تخرج مع حد تاني غيره. فبيقول له باباه ان ده معناه انه من جواه انسان سوي وعايزها هي اللي تختار بنفسها تكون مع مين فيهم. وفي الوقت ده بيخرج براينت معاها، وفجاه بيشوفهم جايدا وكيتلين مع بعض وبيقولوا لمامتهم، ولما بيلاقيها خايفه تروح بيقرر انه يوصلها لحد البيت عشان لو عمتها ضايقتها. ولما بيوصلوا بتتعامل معاها عمتها قدام براينت كويس، وبعد ما بيمشي بتتعصب عليها وبتقول لها ان الولد ده بناتها معجبين بيه من زمان ومش هتسمح لها انها تاخده منهم. وتاني يوم بتروح اندي عشان تتفرج على ماكس وهو بيلعب كوره زي ما وعدته، وبتخرج من الباب الخلفي للبيت عشان ما حدش يشوفها، لكن وهو بيلعب رجله بتتكسر فجاه. وبعد ما بيخلص الماتش بيشكرها انها جت مخصوص عشان تشوفه وتشجعه، لكن لسوء حظها واحده جارتهم بتشوفها معاه وبتتصل بعمتها وبتقول لها. ولما بترجع عند البيت عمتها بتزعق لها لانها كذبت عليهم، اما جوز عمتها
عمتها فبيغلط في مامتها، وساعتها أندي ما بتقدرش تسكت وبتقول لهم ان مامتها كانت بتحبهم لكن هما مش بيحبوها، وبيفرقوا في المعامله بينها وبين بناتهم رغم انها عملت كل حاجه طلبوها علشان ترضيهم. وبتقول لعمتها ان بناتها طول الوقت بيخرجوا مع اصحابهم وبيعملوا كل اللي هما عايزينه، وهي كمان لازم تكون ليها حياتها بعيد عن الدراسه، لكن هما عايزينها خدامه ليهم وبس. فبيتعصب عليها جوز عمتها وبيقول لها انه هيعاقبها عقاب كبير، وبيهددها انها لو مش عاجبها تسيب البيت وتشوف اي مكان تاني عشان تقعد فيه. وقتها بتطلع أندي وديتها وهي منهاره وبتعيط، وبتقرر انها تاخد حاجتها وتسيب لهم البيت وتمشي، لكن مش بتبقى عارفه هي ممكن تروح فين. فبتتصل بماكس وبتقول له ان حصلت لها مشكله كبيره، بيقول لها انه في المستشفى عشان يعالج رجله، وبيقفل معاها وبيقول لها انه هيبقى يتصل بيها بكره عشان يطمن عليها. في نفس الوقت بيجي لها رساله من براينت بيقول لها انه كان قلقان عليها وعشان كده جالها تحت البيت، وعلى طول بتتصل بيه أندي وبتطلب منه يدخل من الباب الخلفي عشان ما حدش يشوفه، وبتحكي له على كل اللي حصل معاها، وبتقول له انها مش هتقدر تقعد في البيت ده بعد الكلام اللي قالته لهم. فبيطمنها براينت وبياخدها البيت بابا اللي بيستقبلها كويس جدا وبيرحب بيها. تاني يوم بتصحى أندي من النوم وبتلاقيهم محضرين لها الفطار، وبيعرفها براينت على اخواته البنات، وفجاه الباب بيخبط وبتسمع أندي صوت الشرطه وبيقولوا لدكتور بيلي ان هم عايزين ياخدوها عشان يودوها لعمتها لان ليها عليها حق الوصايه. فبتخاف وبتخرج بسرعه من الباب التاني، بيروح وراها براينت وبيفهمها ان باباها هيقف جنبها مش هيوافق انهم ياخدوها تاني، وان ده مجرد اجراء روتيني. ولما بتطمن أندي بترجع تاني معاه للبيت، وبيفرحوا اخواته لما بيشوفوها وهي راجعه وبيحضنوها، وبيقولها دكتور بيلي ان هم عايزينها تفضل معاهم على طول وتبقى واحده من عيلتهم، وبيقول لها انه هيتصرف مع عمتها. وبعد فتره قصيره بيعرف دكتور بيلي ان عمتها وجوزها استغلوا حق الوصايه عليها واخدوا كل الفلوس اللي كانت مامتها سايباها لها، واللي كانوا تقريبا 300,000 دولار. وبعد جلسه الاستماع بيحكم القاضي ان الحضانه ما تكونش لعمتها، وكمان بيحكم انها ترجع لأندي وثيقه التامين بالمبلغ اللي اخدته واللي كان ورثها من مامتها. وفي الوقت ده بتعيش أندي مع دكتور بيلي في امان، واول حاجه بتعملها بالفلوس انها بتشتري عربيه، لكن بتبقى مش فارق معاها الفلوس قد ما بتبقى فرحانه انها بقت بتنتمي لعيله حقيقيه بيحبوها بجد ويخافوا عليها. وفي الوقت ده بيروح لها ماكس وبيعرف كل اللي حصل، وبيقول لها انه متضايق من نفسه لانه ما وقفش جنبها لما كانت محتاجاه، وبيحس انه ما